السلام عليكم. دخلت اليمن في الحرب الأهلية منذ أيلول عام 2014 عندما استولت ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء واتجهت جنوبا نحو مدينة عدن للسيطرة عليها، ما أدى إلى تدخل التحالف العربي لدعم الشرعية في آذار عام 2015 بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به من قبل المجتمع الدولي. وعلى مدار أعوام الحرب الستة مات الآلاف من أطفال اليمن بسبب الجوع وفق جمعية إنقاذ الطفولة الخيرية، بينما أسفرت الحرب عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 70,000 مدني وفق تقديرات الأمم المتحدة، في حين تشير تقديرات أخرى لمنظمات مهتمة إلى أكثر من 100,000 قتيل. الحرب أدت كذلك إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب توصيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتشير آخر التقديرات لمنظمات دولية معنية بالإغاثة الإنسانية إلى أن أكثر من 75% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة على مقربة من الموت جوعاً، في حين قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في آخر تقرير له إن شبح المجاعة في اليمن أصبح قريباً في ظل التراجع الملحوظ في جهود الإغاثة واستمرار حصار المدن نتيجة العمليات العسكرية. ويبدو أن المأساة الإنسانية وتشييم بنية المجتمع وحجم الخراب الهائل في مدن الصراع وتفشي الأوبئة وتردي الاقتصاد والخدمات الأساسية هي العناوين الأبرز التي يعيشها اليمن الآن. فإلى أين يمضي اليمن؟ ومتى ستنتهي الحرب؟ ومن المستفيد من إراقة الدماء؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ هل التدخل الخارجي تسبب في تنامي حدة الصراع؟ ومن يعرقل الجهود الدولية لوقف الحرب؟ ولماذا تستقتل إيران في الحفاظ على نفوذها من خلال دعم ميليشيا الحوثي؟ وهل أدت الحرب إلى الانقسام الطائفي؟ ولماذا لا يضغط المجتمع الدولي لإرغام الأطراف على وقف القتال؟ وهل تحارب ميليشيا الحوثي بالنيابة عن نظام طهران الذي يواجهه التحالف العربي لصده من التغول في المنطقة العربية؟ وما الهدف من إطالة أمد الحرب في بلد يعيش أزمات متعددة؟ هل هناك بريقة أمل في جلوس الأطراف المتحاربة على مائدة المفاوضات لتسريع انتهاء الحرب؟ والسؤال الأهم، متى يعود اليمن السعيد سعيداً؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها على ضيوفنا في برنامج حديث العرب، الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي ضيفاً في الاستوديو، وعبر سكايب الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي من هولندا. مشاهدينا الكرام، قبل البدء في الحوار والمناقشة نتابع وإياكم هذا التقرير. أسوأ أزمة إنسانية في العالم أسفرت عن واقع مأساوي قتل فيه عشرات الآلاف بينما يتعرض الملايين لخطر المجاعة، هكذا وصفت الأمم المتحدة المشهد في اليمن حيث تتفاقم الأزمة وتزداد تداعياتها منذ 2014 حين استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء. دفعت المواجهات العسكرية في اليمن بين قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي آلافاً من الأسر إلى مغادرة مناطقها نحو مخيمات النزوح إلى محافظة مأرب التي تضم 140 مخيماً. وبحسب التقارير فإن الصراع الدائري في البلاد منذ 6 سنوات أسفر عن نزوح وتشريد ومقتل أكثر من 100,000 شخص، وذكرت الأمم المتحدة إن النظام الصحي في البلاد قد انهار فعلياً تاركاً ملايين الأشخاص عرضة للإصابة بفيروس كورونا. المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان قال إن شبح المجاعة في اليمن أصبح قريباً في ظل التراجع الملحوظ في جهود الإغاثة واستمرار حصار المدن نتيجة العمليات العسكرية، وأن النزاعات في اليمن دمرت البنية التحتية للبلد وأفقد 7 من كل 10 يمنيين أمنهم الغذائي، وأصبح من الصعب جداً على السكان الحصول على المتطلبات الأساسية للحياة. فريق الخبراء الدوليين المعني بحقوق الإنسان في اليمن أكد أن ميليشيا الحوثي عسكرت المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لتجنيد الطلاب للقتال في صفوفها. ميدانياً أعلنت قوات الحكومة الشرعية عن مقتل أكثر من 1,000 مسلح من ميليشيا الحوثي خلال شهر أيلول الماضي في مختلف جبهات القتال بين الطرفين، فيما أكد التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي وتفجيره فوق الساحل الغربي لليمن.
وأعلن أيضا عن أن قواته اعترضت ودمرت طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية. من جانب آخر، فإن الحكومة اليمنية الشرعية طالبت بسرعة إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرة جنوب شرقي البلاد، والذي أربك المشهد في اليمن. الدور الإيراني من خلال دعم ميليشيات الحوثي يفاقم يوما بعد آخر الأزمات المتتالية على اليمنيين الذين يتطلعون إلى إنهاء التدخلات الخارجية والعيش بأمن وسلام. إذا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. نحن نناقش في هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب القضية اليمنية. نرحب بالأستاذ ياسين التميمي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم أستاذ ياسين. كما نرحب بالدكتور عبد الباقي شمسان عبر سكايب، أستاذ علم الاجتماع السياسي من هولندا. أبدأ مع أستاذ ياسين. منذ أيلول عام 2014 وهي تاريخ لبداية الحرب في اليمن، ماذا تحقق للشعب اليمني بعد 6 أعوام من هذه الحرب الضروس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. طبعا لا شك أن هذا التوقيت هو التوقيت المناسب للحديث عن نكبة اليمن، لأنه لأن الانقلاب الذي قام به الحوثيون على السلطة الشرعية وعلى النظام الانتقالي في 21 سبتمبر كان خلاصة يعني المشاكل التي أحاطت بالمشهد اليمني وبالربيع اليمني، وطبيعة التحديات التي أحاطت بهذا المشهد والمؤامرات التي حيكت ضد اليمن في تلك المرحلة بغية إسقاط ربيع اليمن. هنا بدأت الحرب، هنا بدأت كارثة اليمن، هنا بدأ التحول السلبي والكارثي باتجاه ما نراه اليوم من تدهور على كافة المستويات واستمرار الحرب حتى هذه اللحظة، طبعا بتداخلاتها الإقليمية والدولية والمحلية والتي جعلت الوضع أكثر تعقيدا وعقدت طبيعة المشهد اليمني وجعلت الحل صعبا للغاية في ظل تداخل أهداف أطراف متعددة وهي أطراف قوية في التأثير على الساحة اليمنية، وأذكر منها الأطراف الإقليمية وفي مقدمتها طبعا السعودية والإمارات التي باتت لها أهداف جانبية من وراء هذه الحرب. طيب. دكتور عبد الباقي، يعني لا نذهب بعيدا، ولكن في آذار عام 2015 تم دعوة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية، لكن بعد 6 أعوام أو 5 أعوام على يعني التحالف العربي بتدخله في اليمن، كيف يمكن تقييم هذا التحرك؟ هل هو بالشكل الإيجابي أم السلبي لليمن؟ أعتقد أن التدخل العربي بقيادة السعودية وتحديدا هذا التحالف الثنائي السعودي الإماراتي تدخل في اليمن لأهداف استراتيجية تحقق مصالح الجيوستراتيجية، وبالتالي ستلاحظ أن منذ مارس 2015 حتى الآن هناك تحولات حولت المشهد السياسي والاجتماعي والإنساني. نحن الآن كان عندما تدخلت الدول التحالف كان الهدف منها إنهاء الانقلاب وتنفيذ المرجعيات الثلاث المتعارف عليها بانسحاب الحوثيين، ثم انتقلنا إلى اتفاقية ستوكهولم، ثم انتقلنا إلى اتفاقية الرياض 1 والرياض 2. يعني نحن أمام تعدد مرجعيات لأوضاع في الواقع مختلفة. 2، تم إحلال سلطة بديلة في المناطق الجنوبية وفيما يسمى المناطق المحررة بديلا للسلطة الشرعية. خلال 6 سنوات تم استهداف السلطة الشرعية وإضعافها ومصادرة حقها الأصيل في ممارسة سيادتها على اليمن. ثم تم إبقاء الرئيس خارج الجغرافية، تم منع أعضاء البرلمان من عقد جلساتهم في الداخل اليمن، تم إضعاف الحكومة وهناك تدهور إنساني ومعيشي للمواطنين. ثم الحوثيين الآن هم الوحيدين موجودين بالجغرافيا، الآن المجلس الانتقالي الحليف الإمارات والسلطة الشرعية التي استدعت المملكة العربية السعودية في فنادق الرياض، حينما الحوثيين في الواقع الجغرافي يمارسون قمعهم وسلطتهم ويديرون شؤون المواطنين الخاضعين لجبروتهم في اليمن. والشعب اليمني يعاني ومنتشر في جغرافيا واسعة. إذن عندما نقيم 6 سنوات نحن أمام كارثة بالفعل. هناك الآن الهوية اليمنية، سنتحدث دكتور سنتحدث أكمل. نعم، تفضل. نحن الآن لدينا
هويتين، يعني هناك الآن تموضعات حول استدعاء هوية شمالية جنوبية، وبغض النظر هناك تموضعات وهناك استدعاء لثنائية السنة والشيعة في اليمن، وهناك أكثر من مشروع نظرا لهذا التدخل الذي لم يأتي لإنهاء الانقلاب بل أتى لتنفيذ أهداف أخرى غير المعلنة في بيان مجلس التحالف في مارس 2015. أستاذ ياسين، هل التدخل الخارجي تسبب أكثر في تنامي حدة الصراع والحرب في اليمن، تعتقد ذلك؟ طبعا هذا السؤال يوحي كما لو كان اليمنيون هم الذين ابتكروا كل هذه المشاكل في الداخل، وهم الذين وضعوا كل هذه التحديات أمام أنفسهم. بالتأكيد ما نعانيه اليوم هو ثمرة من ثمار التدخلات الخارجية ابتداء، يعني التآمر على ربيع اليمن كان قضية خارجية وكان تعبير واضح عن التدخل الخارجي، وبالتالي أن التدخل العسكري الذي جاء لاحقا بدوافع طبعا ليس لها علاقة بالأولويات اليمنية، على الرغم من أن الهدف المعلن هو دعم السلطة الشرعية واستعادة نفوذها، لكن يعني الذهاب لدعم مشروع الدولة اليمنية بكل ما تعنيه من تجليات ديمقراطية وجمهورية، هذه ليست من أولويات المتدخلين الخارجيين. يعني كان الشعار الأبرز الذي رفعوه هو مواجهة المد الإيراني، وثبت فيما بعد أن هذا الشعار شعار مراوغ إلى حد كبير. وطبعا المسألة هنا لا تضر الشعب اليمني فقط، وإنما لها انعكاسات خطيرة مستقبلية على كامل المنطقة، عندما يجري تهاون في التعاطي مع التدخل الإيراني على الساحة اليمنية واستدعائه فقط لتبرير التدخل العسكري من أجل تحقيق أهداف جانبية جيوستراتيجية نراها بشكل واضح تتجلى في سوق طرا وفي المهرة وفي غيرها من مناطق اليمن، في هذه في عدم الرغبة في استعادة الدولة اليمنية، في عدم الرغبة في تمكين السلطة الشرعية من القيم واجباتها الدستورية، في يعني الدفع بالمعارك لتتحول إلى هذا المشهد العبثي، معارك تخاض في الغرب، معارك في مأرب، التآمر على الجيش الوطني وهو يقف على مشارف العاصمة صنعاء ودفعه للانسحاب بطرق مختلفة، ثم التمهيد لتأمين الضغط العسكري الرهيب على مدينة مأرب لإشغال الجيش الوطني، التقليل من الإمكانيات التي يفترض أن تتوفر لهذا الجيش، ثم نرى الجيش اليوم يرتد على التقدمات الحوثية ويكبد الحوثيين خسائر كبيرة. يتساءل المرء، هل كانت الحرب تحتاج إلى أن تستمر 6 سنوات ابتداء؟ يعني ليس، أنا أعتقد أن الحرب كان يمكن أن تحسم خلال 2 شهر فقط. التدخل لأن التدخل العسكري للسعودية ومعها الإمارات وغيرها من الدول العربية، عندما كان يرفع شعار مساعدة الشعب اليمني ودعم السلطة الشرعية، بدأ بضربات عسكرية شلت القدرات العسكرية تقريبا التي كان يمكن أن تشكل تهديد للعمليات الجوية. هناك استعدادات داخلية من الشعب اليمني، تقريبا هناك إجماع حول ضرورة إنهاء النفوذ الحوثي في صنعاء وإنهاء الانقلاب الذي قام به الحوثي في صنعاء. كان يمكن للانتصار أن يتحقق بأقل الخسائر الممكنة، لكن للأسف الشديد ليست هناك نوايا، لأنه بدأ الناس يتحدثون عن أن هذا الانتصار يمكن أن يذهب لهذا الطرف السياسي أو ذاك. بدأت المماحكات وبدأت تتضح طبيعة الصورة وطبيعة الأهداف وطبيعة المعركة بأنها ليست مواجهة مع الحوثيين، وإنما مواجهة في جوهرها مع الشعب اليمني وخياراته السياسية. دكتور عبد الباقي، هل يمكن أن نطلق على حرب اليمن بعد 6 سنوات بأنها حرب طائفية؟ لا، ليس بهذا الشكل. نحن في حرب صراع جيوستراتيجي إقليمي، وهناك مشاريع محلية، المشاريع المحلية يتم توظيفها من الخارج، لكن هذه المشاريع المحلية اللي هم الوكلاء المحليين سواء المجلس الانتقالي أو الحوثيين يستدعوا بمشروعهم، المجلس الانتقالي يستدعي هوية مناطقية أو هوية ما قبل يمنية موحدة، هي الهوية تحت مسمى الجنوبية، والحوثيين يستدعوا بشكل مباشر إلى هيمنة الشيعة والزيدية على بقية الجماهير اليمنية، وبنفس الوقت يحاول أن ترتب أن هناك فئة تعتقد وتوهم الآخرين بأنها تنتمي إلى بيت الرسول، وبالتالي لهم فوق مستوى الشعب اليمني ولديهم تفويض إلهي بحكم اليمنيين دون العودة إلى الدستور والمواطنة إلى آخره. ولكن دكتور عفوا المقاطعة، ولكن هناك من يتحدث إلى أن الحرب في اليمن أدت إلى انقسام طائفي لا يمكن معالجته في المستقبل، ما رأيك في هذا الطرح؟
لا، ليس هذا الطرح، أنه انقسام طائفي. نعم. المشروع الآن لا نريد أن تكون المواجهة، ما زال لم يتجلى بشكل واضح هذا الصراع، لكن هناك تموضع فرضته الوكلاء المحليين في اليمن. سيتموضع أبناء اليمن، لأن هناك أيضا من أبناء الزيدية ومن أبناء اليمن ضد هذا المشروع السلالي الإيراني. هناك تموضع تحت اليمن الموحد، اليمن الجمهوري، اليمن القائم على المواطنة. نحن لا نريد، حتى الآن لم يبرز بهذا الشكل، ولا نحن نريد أن يتم حرب طائفية. هناك في الجنوب مناطقي، هناك مناطقية، وهذه المناطقية أيضا تراتبية، لأن هناك حضرموت لها هوية وهناك مجموعة من الهويات المناطقية. إذا نحن أمام بلد لم تكتمل هويته الوطنية. نعم. بفعل تعثر عملية التحديث والتنمية. عند الحروب، كل هذه المجتمعات المتغيرة، عندما تحدث حروب أو هزات، كل الجماهير تستدعي هويتها الأولية، وهذا ما حدث من خلال في العراق أيضا، عندما تم تدمير المؤسسة العسكرية، وكانوا كل الخبراء يتحدثون أن في حال تدمير المؤسسة العسكرية ستعود الناس للعشائر وإلى المذاهب، وهذا له ثمنه على مستوى الحضاري وعلى مستوى النسيج المجتمعي. نحن في اليمن حتى الآن ما زال لم نصل إلى هذه المرحلة، رغم أن الحوثيين الآن يحاولوا تغيير الذاكرة الوطنية، يحاولون تغيير المناهج المدرسية، يحاولون من تغيير الرموز الجمهورية، يلعبون على هذا، وتأخير المعركة يجعل معركتنا في المستقبل معركة ثقافية ومعركة فكرية، ليس فقط لإنهاء الانقلاب. الجماعات الحوثية تعمل منذ 1990 في استدعاء الهوية الزيدية بداية، ثم أطغت عليها الجارودية التي أقرب للإثنى عشرية، ثم البراغماتية السياسية المتماهية مع إيران من خلال الولاء التام لولاية الفقيه، وأصبح هناك احتفال في الغدير والحسينيات إلى آخره في اليمن. لكن هذا المشروع، الشعب اليمني، أنا أكمل هذه الفكرة، الشعب اليمني لن يقبل هذا المشروع. وفقط أذكر أن جيشنا الوطني تم إيقافه في تخوم صنعاء، وهو متحرك لإنهاء هذا المشروع. جيشنا الوطني تم إيقافه عند تخوم عدن. جيشنا الوطني تم قصفه في منطقة العلم بواسطة الطائرات الإماراتية. يعني هناك كثير من المؤشرات التي تدل أن هذا التحالف لم يمكن الشعب اليمني وجيشه الوطني. نعم دكتور. من إنهاء الانقلاب في عدن أو إنهائه في المناطق الشمالية. كما أن، وهذا الأخطر الذي أخاف منه كثيرا، مدينة تعز اللي هي تعتبر يعني أكثر مدينة ذات كثافة ديموغرافية، وهي تسمى الحامل الجماهيري للمشروع، اللي هي فوق طائفية، فوق حزبية، فوق هذه المدينة حامل جماهيري للدولة الموحدة، حامل جماهيري للنظام الجمهوري وترفض التفويض الإلهي. هذه المدينة تم محاصرتها، الحوثيين يحاصرونها من جانب. الإمارات منحت ميليشيات تابعة لطارق عفاش في الساحل الغربي وفصلته، وسيتم خنقها. بالتالي هناك مؤامرة على هذه المدينة، وتم زراعة جماعات. نعم سلفية دكتور. مدخلية في داخلها. طيب. بحيث يتم استنزاف كل القوى في هذه المدينة. نحن نتعرض إلى مؤامرة كبيرة، ولكن لا نستطيع أن نقول أن هذه المعركة معركة طائفية، بل معركة صراع إقليمي ودولي على مصالح جيوستراتيجي، يوظف العقائدي ويحاول يدعم جماعات ذات مطالب مناطقية ومذهبية بهدف تحقيق المصالح الجيوستراتيجية. لكن لو تركونا لا أنهي هذه الانقلابين خلال شهور من نعم قبل دكتور. الجيش الوطني ومن قبل الجماهير اليمنية التي تدافع عن المشروع الجمهوري. أستاذ ياسين، الدكتور عبد الباقي ينفي بأن الحرب التي تجري في اليمن هي حرب طائفية، ولكن هناك من يعتقد أن ميليشيا الحوثي ربما يعني تحارب بالنيابة عن نظام طهران الذي يريد موطئ قدم له على الحدود على حدود المملكة العربية السعودية. هل تتحمل إيران وحدها مسؤولية استمرار هذه الحرب؟ طبعا السؤال يعني يتطلب أكثر من إجابة. نعم. أولا طبعا هو ليست حرب طائفية، لكن في محصلتها النهائية إذا استمرت بهذا المستوى العبثي ستنتهي إلى محصلة طائفية في نهاية المطاف، لأن الحوثيين يريدون استدعاء الإمامة، يريدون إعادة إحياء الإمامة التي قبرها اليمنيون في عام 1960. هذه الإمامة تتشارك مع الاثنى عشرية في مسألة
في مسألة حق فئة معينة بالحكم. صحيح أن الإمام مفتوحة بالنسبة لهم، ليست محصورة بالإثنى عشر كما هو لدى الإثنى عشرية، وإنما لكن في نهاية المطاف جوهر الزيدية التي يؤمن بها هؤلاء هي الإمامة، هي الحكم، هي الحكم، وهو ادعاء طائفي في نهاية المطاف. عندما تتصرف على الضد من إرادة شعب وأمة، فهذا استحقاق طائفي في النهاية. عندما تقول أنك أنت أحق بالحكم لأنك أنت بمذهبك وبسلالتك من استحق الحكم، هذا استحقاق طائفي في نهاية المطاف. ولا شك طبعا أن سلوك الحوثيين على الأرض اليوم يشير بوضوح إلى أن لديهم نزعة طائفية واضحة. هذا الأمر يتجلى في طبيعة ما يقومون به على مستوى تغيير الوعي، إما عبر المناهج أو عبر الخطاب الإعلامي أو حتى على المستوى الميداني أو من خلال إعادة صياغة مش فقط المنهج التعليمي أيضا، بس دور المدارس نفسها أيضا اليوم هم يتدخلون فيه بشكل كبير جدا، وهذا منح طائفي في الصراع. لكن الحوثيون بنزعتهم الطائفية هذه لم يستطيعوا أن يجروا اليمنيين إلى معركة طائفية. اليمنيين دائما يستحضرون مشروعهم الوطني، والمشروع الوطني تلتف حوله فئات عديدة من الشعب اليمني، فئات قبلية، مدنية، جهوية، كل هؤلاء يلتقون حول المشروع الوطني ويتفقون على خطورة الحوثيين ومن يدعمهم من الخارج ومن يتواطأ مع الحوثيين. ليس شرطا أن إيران هي فقط من تتمنى أو من تتبنى انتصار الحوثيين في هذه المعركة، وإنما أيضا الأطراف الإقليمية الأخرى هي التي تتيح المجال للحوثيين، وهي التي استدعت الحوثيين أصلا للقيام بهذا الدور التخريبي وتتحمل جزء كبير من المسؤولية. إيران دورها خطير على الساحة اليمنية، إيران تغضي الصراع على المستوى الطائفي، لكن لا، حتى إيران والحوثيين وهم يقومون بمهمة طائفية محضة يتوسلون شعارات لها أبعاد إنسانية وقومية، يقولون أنهم في معركة مع الاستكبار العالمي، في معركة مع اليهود، مع النصارى، مع آخره. في نهاية المطاف هناك عملية تزييف كاملة، لكن إيران واضحة في الحديث عن أن ما يحدث في اليمن هي ثورة إسلامية، والثورة الإسلامية كما يعلم الجميع معروف ما هي مرجعيتها وفقا للمفهوم الإيراني. طيب دكتور عبد الباقي، لو تحولنا إلى موقف المجتمع الدولي، المجتمع الدولي يعني اعترف بحكومة اليمن الشرعية. هنا المبعوث الأممي مارتن جريفيث قبل ساعات دعا إلى وقف القتال في الحديدة التي تنشأ فيها الحرب هناك على صعيد كبير، وأيضا دعاهم إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم. ما أهمية هذه الدعوة الآن من قبل المجتمع الدولي؟ أعتقد أن جريفيث يتحرك كلما تحركت قوات الشرعية لاستعادة الجغرافيا وإنهاء الانقلاب، يتحرك جريفيث للمطالبة بوقف إطلاق النار، ولكن عندما يتقدم الحوثيين لاتجاه مارب وباتجاه يعني استقطاع جزء كبير من الجغرافيا اليمنية لا نجد هذه الأصوات. عندما السلطة اقتربت من استرجاع ميناء الحديدة، تدخل المجتمع الدولي لإيقاف تقدم السلطة الشرعية، والهدف المحافظة على القوى الأطراف، يعني هم يتعاملوا مع السلطة الشرعية كطرف من أطراف النزاع، وبالتالي ينبغي أن يكون الواقع اليمني السلطة فيه ضعيف بحيث تكتمل هذه الاستراتيجية الإقليمية والدولية، لأن هناك أيضا نفرق بين المجتمع الدولي كدول لها مصالح جيوستراتيجية والمجتمع الدولي كمنظومة الأمم المتحدة. هناك الدول المهيمنة على القرار لها مصالح من بقاء اليمن المتشظي، من بقاء هذا الحرب، هناك بيع أسلحة، هناك أيضا الإمارات والسعودية ستقوم بتمهيد الجغرافيا اليمنية، تدخل دولي لحماية من خلال وجود أساطيل في البحر الأحمر والبحر العربي لحماية الملاحة الدولية في مرحلة قادمة، وبالتالي لها مصالحها في من هذه الكيكة، لأن هناك ثروات في اليمن، وهناك اتفاقيات غير معلنة لمكافحة الإرهاب، وهناك اتفاقيات مع إسرائيل مع الإمارات في المواقع الجيوستراتيجية للرقابة على الملاحة الدولية. إذن هناك مصالح. جريفيتس مهمته الأساسية هو عدم ألا حل ألا سلم ألا حرب، وهذه مهمته لخلق واقع جديد، لأن هذا الرجل جاء يسير ببطء جدا ويعمل بعيد عن المرجعية الثلاث ويعمل بعيد عن الواقع اليمني. قام بإيجاد اتفاقية ستوكهولم وهي خاصة بالمناطق الشمالية، وجاءت السعودية وجابت اتفاقية الرياض وهي كانها خاصة في المناطق الجنوبية. أين المرجعية الثلاث التي تدخل فيها التحالف العربي؟ المجتمع الدولي يستثمر
الضيقة المالية والمعيشية اليمنية هو عندما تتقدم قواتها الشرعية يتم الضغط وإيقاف المعارك تحت هدف التدهور الإنساني، يتم استخدام التدهور الإنساني لإبقاء الوضع كما هو عليه، وكذلك لإضعاف المواطنين اليمنيين من القدرة على الانتظام أو الالتفاف حول أي تكتل وطني. أقصى مطالب هذه الجماهير هو مستوى معيشتهم، البحث عن الكهرباء، المياه، الحياة اليومية. إذن هناك استثمار لهذا الواقع المأساوي، لأن هناك مشروع لبقاء اليمن عقد وعقدين على هذه الشاكلة، متعدد السلطات كما هو كما الحال في الصومال، متعدد الجغرافيات، بحيث يتم السعودية تستفيد من بناء المشروع القرن والأنبوب، والإمارات تستكمل بقائها في الجزر والسلطة ضعيفة، الحوثيين سيحاولون إضعاف السلطة في المناطق الشمالية بحيث يهيمن المجلس الانتقالي على المناطق الجنوبية، وهذا يخدم المشروع الإماراتي السعودي. إذن نحن أمام استراتيجية لا يعني تضعف اليمن شيئا فشيئا، وتقسم جغرافيته، وتمزق النسيج الاجتماعي، وتخلق هويات جديدة مناطقية وهويات ثنائية ورباعية. وهذا المشروع الثنائيات هو مشروع أيضا يلتقي مع المصالح الغربية، وبدأ تأسيسه في بغداد عندما تم استدعاء ثنائية السنة والشيعة والأكراد والعرب واليزيديين وكل هذه ما قبل الدولة، لأنه كان الهدف لحضور الدول هذه بحيث تكون أمريكا موجودة داخل بغداد وموجودة في سوريا وموجودة في ليبيا وباليمن، لابد من إيقاف صهر الهويات ما قبل وطنية في هوية عراقية موحدة أو يمنية موحدة. أن عودة هذه المجتمعات إلى ما قبل الدولة الوطنية يمكن الدول المهيمنة على السيطرة والعودة إلى هذه الجغرافيات بهدف التسوية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. نحن أمام مشروع غربي للعودة إلى منطقتنا، وهذا لا يتم إلا في حال أن يعود المجتمع إلى تسويات تقوم على توزيع المناصب بين السنة والشيعة. انظر العراق الآن، هذه المناصفة والحصص هل ستؤدي إلى إيجاد مشروع وطني عراقي؟ انظر نموذج بيروت، ما الذي يحدث هناك. وفي اليمن أيضا يريدون تقاسم، في المستقبل سيتم يعني استهداف السلطة الشرعية، وسيكون هناك فاعلين غير الدولة هم المجلس الانتقالي والحوثيين. نعم. وبالتالي سيشكلوا مجلس، ولكن هذا لن يتحقق لأن هناك كتلة ديموغرافية جمهورية يمنية ستكون لها كلمتها، وهذا المشروع لن يمر كما يعني أعتقد ذلك وفقا لحسابات ديموغرافية وتوجهات جماهير. ونحن فقط في لحظة ضعف ولحظة مفاجأة. نعم مما أحدثه التحالف العربي. طيب. فينا أستاذ ياسين، يعني هناك الكثير من الأسئلة تثار، يقولون يعني خاصة الشعب العربي، لماذا لا يقوم المجتمع الدولي بالضغط على إيران وبالتالي يحد من تدخلها في اليمن؟ هذا جانب. هل ممكن أيضا في نفس السياق، هل يمكن أن يعول الشعب اليمني على المجتمع الدولي بأن يتدخل عسكريا وبالتالي يتم القضاء على ميليشيا الحوثي؟ هل هناك هذه الإمكانية؟ أولا بالنسبة للمجتمع الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هي تتصدر جهد المجتمع الدولي في مواجهة إيران. طيب. وهي أصبحت تربط تحركها لإعادة تجديد حظر تصدير الأسلحة لإيران أو تصدير الأسلحة من إيران، باتت تربطه بشكل كبير جدا بما يجري بدور إيران في اليمن وفي غيرها من دول المنطقة. البحرية الأمريكية تساهم إلى حد كبير في الرقابة على تدفق الأسلحة إلى الساحة اليمنية والتي تأتي من إيران، لكن هناك انتهازية في أداء المجتمع الدولي، لا يتعاطون مع هذا الأمر بشمولية. نعم. بمعنى أن هناك أسلحة يتم اعتراضها وأسلحة يسمح لها بالذهاب إلى اليمن. مشكلتهم ليس مع الحوثي، هم أعتقد أنهم في حالة مواجهة مع إيران لعوامل أخرى لها علاقة بحلفاء إقليميين آخرين، وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني أو إسرائيل. فالقضية هنا تكمن في أن المجتمع الدولي متنبه متيقظ لدور إيران على الساحة اليمنية. لا نحتاج أعتقد لتدخل دولي
غير التدخل العسكري الحالي. التدخل العسكري الحالي اللي تقوم به السعودية قادر على حسم المعركة، قادر على إنهاء هذه المواجهة مع الحوثيين ومع داعمهم الإيرانيين، ليس فقط عبر تدخل الطيران، وإنما من خلال القوة المحلية الضاربة التي لو مكنت ولو أعطيت لها الإمكانيات استطاعت أن تحسم المواجهة العسكرية مع الحوثيين. ونحن نرى اليوم الذي جرى في مأرب، نرى اليوم الذي جرى في الجوف. في الجوف مأرب هناك جيش وطني يتحدث باسم الشرعية، يأتمر لأوامر الشرعية، حسم الموقف العسكري مع الحوثيين ويتقدم عليهم ويلحق بهم أضرار كبيرة. في الساحل الغربي هناك قوات مشتركة ليست جزءا من هيكل القوات المسلحة ولا الجيش الوطني ولا وزارة الدفاع ولا رئاسة الأركان، لكنها أيضا تحظى يعني هذه القوات تواجه الحوثيين وتلحق بهم خسائر. المشكلة هي في عبثية المواجهة العسكرية مع المشروع الحوثي والإيراني. هناك عبثية حقيقية يعني تؤكد بما لا يدعم مجال للشك بأن خطورة الأدوار هنا لا تنطلق من معايير طائفية أو جيوسياسية، إنما أيضا من طبيعة الأدوار نفسها التي تقوم بها الأطراف المتدخلة الإقليمية. إلى حد يمكن القول معه أن إيران ربما تكون من بين الأطراف الأقل ضرر، ليس لأنها عديمة الشر، هي دولة شريرة. طيب. وساهمت في دعم الحوثيين، لكن لم تترك لها الفرصة لكي تعظم أو تعظم من دورها على الساحة اليمنية. من الذي يتدخل على الساحة اليمنية بشكل مفتوح؟ من الذي لديه سقف مفتوح؟ لا شك أن ما تسمى بدول التحالف، دول التحالف اليوم خلقت أكثر من مسار للصراع على الساحل اليمنية وبمرجعيات متعددة ومختلفة جدا. هذا النوع من الإغراق السياسي والعسكري في طبيعة المواجهات وتعقيد المشهد السياسي والعسكري في الساحل اليمني يدل على بشكل صريح وواضح على سوء نوايا الأطراف المتدخلة على الساحل اليمنية، وهذا الذي اليوم ربما يساهم في غسل الدور القذر لإيران. مشاهدينا الكرام، ضيوفي الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. إذا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في برنامج حديث العرب. نناقش هذا الأسبوع القضية اليمنية. أنتقل إلى الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، هل صحيح أن الحوثيين أضاعوا فرص السلام في مفاوضات على سبيل المثال للحصر في الكويت وفي سلطنة عمان وفي جنيف أو حتى ستوكهولم؟ هل ما يقوله البعض ربما يقترب من الحقيقة؟ لا، هم لم يفقدوا فرص السلام لأن لهم ليس لهم مشروع سلام. هم استفادوا من هذه المفاوضات لكسب مزيد من الوقت، لأنه كان وفقا للمرجعيات الثلاث يطلق ما حدث في سبتمبر 2014 وانقلاب على سلطة انتقالية لها اعتراف دولي. بالتالي عندما ذهبوا إلى المفاوضات أصبحوا طرف من أطراف النزاع، وبالتالي معترف بهم من قبل المرجعيات، وبالتالي هنا هم هذا المكسب الأول. المكسب الآخر أنهم يدخلون في مفاوضات للمفاوضات في جولات ماراثونية حتى عززوا وجودهم وسهروا قوات صالح عقائديا أو تحت الجبر أو بالإغراءات، بحيث استفادوا
من ما تركه صالح من قطاعات عسكرية مدربة ومن أسلحة ومن أجهزة دولة ومن مؤسسات خدمية ومدنية، استفادوا من كل هذا ومن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وسخروا كل هذا المشروع، هم غيروا مشروع المدرسي. وخلال الفترة الأولى استفادوا أيضا لأنه كان هناك صالح والحوثيين كل طرف ينتظر أو ينتظر فرصة للانقضاض على الآخر. الحوثيين استفادوا أكثر وانقضوا على صالح لأنه فقد البوصلة، وبالتالي هم مستفيدين. ولكنهم هؤلاء الجماعة لا يمكن أن يقبلوا طرفا آخر، هؤلاء مثل إيران لون واحد. ولا يمكن لك، شوف في السياسة عندما ندخل في مفاوضات علينا أن نلتقي حول نقاط توافقية، كيف يمكن لنا أن نصل إلى نقاط توافقية وهم يعتقدون أن السلطة حقا إلهيا لأسرة محددة حتى لا تنتمي إلى يعني أصولها ربما من لخارج اليمن كما يدعون؟ وبالتالي لا يمكن لك أن تقبل نظاما جمهوريا يقبل بتفويضا إلهي في هذا الزمان، ولا يمكن لليمن الذي خبر الأنظمة الجغرافية ومنفتح على كل الفضاءات الكونية نعود إلى ولاية الفقيه. وحتى مشروعهم هو الجمهورية اليمنية الإسلامية، هم يتحركون كنموذج. في البداية بدأوا على شاكلة حزب الله ميني، حزب الله في اليمن، ولكن سياسة التحالف مكنتهم وكبرت مشروعهم لعودة السلطة وللهيمنة على الجغرافيا كامل. أما حتى الآن مستفيدين من المفاوضات، يفاوضون ويذهبون ويناقشون وينكتون العهود والاتفاقيات، لأنه لا يمكن لهذه الجماعة أن تقبل إلا بسلطتها وتلغي كل الآخرين. لأنه حتى في مشروعهم قبل الهيمنة على عندما كان التحالف غير حاسما واستغلوا هذه الفرصة، كان مشروعهم على طريقة حزب الله نان أكتور ستيت. حتى إيران خططت لذلك بحيث أنه يصبح الحوثيين هم الطرف الأقوى والمالك للسلاح، وبالتالي أي قرار لا يمكن أن يمر إلا بصعدة ومن جنوب صنعاء تقريبا في الجوف يعني. وبالتالي كان القرار في بيروت يمر في الضاحية الجنوبية أو في جنوب لبنان، نفس الأسلوب كان يتخذ، لابد أن يمر لعند الولي لعند السيد ومن السيد يمر إلى الحكومة. وبالتالي المشروع كبر، شافوا هناك تخاذل في إنهاء الانقلاب، هناك مشاريع أخرى لدول التحالف، أصبح طموحهم أكبر هو استعادة كامل السلطة والتوسع في الجغرافيا والاستفادة من كل تراث الدولة، وهذا خلال 6 سنوات. هم لكن الذي مطمئن هو حتى الآن كل الجماهير الذي هم تحت الضغط وتحت الانتهاكات والقمع، إذا ما تقدم جيش وطني باتجاه صنعاء الجماهير ستنتفض، لم تعد تتحمل هذا المشروع السلالي العنصري. يعني هناك قوانين الخمس لما يسمى على البيت، هناك الزكاة، هناك نهب الأموال، نهب البنك المركزي، استثمار المساعمة الإنسانية ونهبها، خلق مشاريع وشركات لخلق طبقة اقتصادية تهيمن إلى جانب الهيمنة السياسية، سرقة المال العام واستثمار في الخارج. يعني الشعب اليمني لم يعني يدرك هذا المشروع الانتهازي، وحتى الشعب اليمني عاش في فترة حكم الأئمة في غياهب التاريخ، وبالتالي لا يمكن للشعب اليمني أن يعود. صحيح أن هناك جماعة عقائدية تم استدعائها وتأهيلها منذ التسعينيات، وتم في المناطق التي كانت لها تراث تاريخي زيدي تم استثماره وتكوين شباب عقائديين في إطار الشباب المؤمن، وبعدين في إطار الحالي، ثم الآن يتم تكوين القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية تحت توجهات يعني هي 12، لكن من مرجعية الجارودية والتي تلتقي جدا في مخرجاتها مع 12. هناك شغل ثقافي براغماتي سياسي في البلد، لكن الحوثيين ليس لهم مشروع سلام ولن يدخلوا في سلام. وحتى الأسرى، لاحظ الأسرى في اتفاق الأسرى هم يعني لا يفرقون بين أسير الحرب وبين المختطفين والمختفين قسريا. سلموا من بين الأسرى
ضحايا تم تعذيبهم وقتلهم وحسبوهم من الأسرى. نحن أمام وضعت الصحفيين ذروع بشرية في المناطق مختطئ، يعني نحن أمام جماعة ميليشية إرهابية. هذه جماعة إرهابية، وأعتقد المجتمع الدولي يدرك ذلك، ولكن هو مستفيد من هذا الوضع بهدف أنه يريد أن تكون إيران بديلا لإسرائيل في منطقتنا، بحيث أنه يكون هناك تحالف سني مع الكيان الصهيوني. طيب دكتور، أستاذ ياسين، بعد الحرب الدموية التي راح ضحيتها الآلاف ما بين قتيل وجريح ومغيب وأيضا مختطف، هل تتوقع حضرتك مستقبلا من الحوثيين أن يجلسوا إلى طاولة مفاوضات جدية طبعا بعد كل سنوات الحرب؟ طبعا المفاوضات السياسية التي قد تدفع الحوثيين إلى تقديم يعني تنازلات سياسية هذه مستبعدة. الحوثيون لا يرغبون في أي مفاوضات، لا يرغبون في أي تسوية سياسية ما لم تنتهي لتحقيق أهدافهم السياسية والعسكرية أو تبقي على المكاسب بل وتنميها وتعظمها. لهذا من السابق لأوانه الحديث عن فكرة حوار مع الحوثيين أو أن الحوثيين سيقبلون بنتائج أي حوار سياسي مع الأطراف السياسية الأخرى. الحوثيون يتبنون سقفا مرتفعا في خطابهم السياسي والإعلامي، يتعاطون مع الطرف الآخر على أنهم مجرد مرتزقة لا قيمة لهم. طيب. ومستباحين، وشرعوا منذ الآن في هدم البيوت وفي احتلال البيوت وفي مصادرة الأموال. نعم. وهذا يعني أنه أن أي تسوية سياسية أو الصلح مع بقية الأطراف السياسية ليست من أهدافهم مطلقا. الحوثيين هذه هي عقيدتهم، يعتمدون على القوة، طالما وبيدهم القوة ويستطيعون من خلال القوة تحقيق أهدافهم السياسية فلن يتنازلوا ولن يلجأوا للخط السياسي مطلقا. الحوثيين اليوم عندما يذهبون للمشاورات تحت مظلة الأمم المتحدة وجريفيث ومن قبله الوسطاء الدوليين السابقين، هم يعتقدون أنهم يتحاورون مع الطرف الأصيل في هذه المعركة وهو التحالف أو ما يسموه من يسمونه العدوان، وفي إشارة واضحة للسعودية والإمارات. نعم. أما الطرف الداخلي فهو مجرد مرتزقة عدوان. هذا النوع من الخطاب المسف، هذا النوع من الخطاب الاستعلائي الذي استفاد من تشظي الجبهة السياسية والعسكرية ومن تخاذل الأطراف المساندة للأطراف الشرعية ومن خيانة وتآمر الأطراف التي تسيطر عمليا على المعركة العسكرية على الساحة اليمنية، هذا التعالي أعتقد أنه لا يسمح ولا يمكن أن نعطي مؤشر بأن الحوثيين يمكن أن يقبلوا بتسوية سياسية. الحوثيون لا يمكن أن يقبلوا بتسوية سياسية إلا إذا هزموا، وأنا أعتقد أن حتى الحوثيين بصيغتهم الحركية هذه لا ينبغي أن يكونوا جزءا من العملية السياسية اليمنية. اليمن ليس بحاجة إلى حركة طائفية لكي تكون شريف في العملية السياسية. طيب. ولا 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 يحتاج للاستثمار السياسي من أجل إنشاء حركات من هذا النوع، لأن الحركة الحوثية ستستدعي بالضرورة حركة موازية أو مقابلة من الطرف الآخر. لا نحتاج إلى الحركة الحوثية، نحتاج إلى شراكة سياسية مع هذا الطيف الاجتماعي الذي يدعي الحوثيون أنهم يمثلونه. وبالتالي لا ينبغي الحديث مستقبلا عن حركة حوثية أو أنصار الله، هؤلاء صيغة حركية سياسية طائفية ملغومة لا يمكن أن المهادنة معها مستقبلا. هذه الحركة ينبغي أن تهزم عسكريا وعقائديا وسياسيا، بمعنى أنه بعد أن تستنفذ قدرتها على المواجهة العسكرية ولتحقيق نصر عسكري لا ينبغي أن تتموضع سياسيا من الأساس، وهذا هذا ينبغي أن يعيها الجميع. عندما نتحدث بهذه الطريقة، لا، قد يقول قائل أنت تريد أن تقصي. من أقصي؟ أنا أقصي هذه الحركة الطائفية، لكن لا أقصي المجتمع الذي تدعي أنها تمثله. هذا المجتمع يمكن أن يمثل في بأي صيغة أخرى، بأي لون سياسي آخر. هناك أحزاب برامجية يمكن أن تمثل كل الأطياف اليمنية. لا أقصى لأي طرف، لأي عنصر، لأي كائن في اليمن، حتى هؤلاء الأشخاص الذين ينضون في إطار حركة الحوثي أو حركة ما تسمى بأنصار الله. هؤلاء يمكن أن يكونوا موجودين في اليمن ولهم دور، لكن في إطار سياسي مختلف. حركة ما تسمى بأنصار الله هذه ينبغي أن تنتهي. طيب. ينبغي أن تدفن تماما. تستمع تقسيم اليمن باعتبار أن المخطط. نعم. المخطط الحالي الآن، طبيعة التدخل العسكري للتحالف يشير إلى أن الهدف النهائي هو تقسيم اليمن. وتقسيم اليمن ليس إلى شمال الجنوب، وإنما إلى تقسيمه إلى كنتونات متصارعة أيضا، لأن
هذه الصيغة تضمن تحقيق الأهداف الجيوستراتيجية للأطراف الإقليمية. نعم. الأطراف الإقليمية للأسف هي تفترض أنها ستبقى قوية ومؤثرة ولديها الكثير من المال. نعم. لكي تتحكم بحاضر ومستقبل اليمن. القضية التطورات متسارعة على مستوى الإقليم، وبالتالي اليوم إذا استثمر هؤلاء هذه الأطراف إذا استثمرت في تقسيم اليمن، أعتقد أنها ستكون مرشحة بشكل تلقائي. نعم. للتقسيم أيضا. طيب. دكتور عبد الباقي، إذا ما تحدثنا عن الحلول، تعتقد أن الحل لإنهاء الحرب في اليمن يكمن أولا في نزع سلاح الميليشيات وأيضا نزع سلاح القبائل التي تشكلت أثناء الحرب؟ هل هذه هي جوهر الحلول في اليمن؟ نزع السلاح هذا عملية في غاية الصعوبة الآن. أعتقد أن أول هدف مركزي للحل هو عودة السلطة الشرعية إلى الجغرافيا اليمنية وإنهاء الانقلاب في المناطق الجنوبية وإيجاد سلطة شرعية في الجغرافيا اليمنية. الآن سلطة الحوثيين داخل الجغرافيا اليمنية وهناك سلطة شرعية وأعضاء برلمان وحكومة خارج الجغرافيا. في حال وجود سلطة شرعية تمارس دورها ووظائفها من الجغرافيا اليمنية، تنطلق بعد ذلك وتوجد نموذج للشعب اليمني، ليس النموذج كما هو الحال يتمتعمه الآن كحكومة فاسدة وتعيينات فاسدة ونهب الأموال. حكومة تقدم نموذج بحيث الجماهير تتموضع حولها وتقف معها وتدافع عن مشروعها. بعد ذلك يتم استعادة أولا المناطق في مناطق الجنوبية أو في أي عاصمة توجد، ويلغى انقلاب عدن، ثم نتجه إلى الحوثيين. الحوثيين لا يمكن التوصل معهم إلا بتجريدهم من السلاح. وأتفق مع ضيفك في إسطنبول أن الحوثيين لا يمكن التوصل معهم إلى سلام، لأن لديهم مشروع يعني له مرجعيته وله ولاؤه لولاية الفقيه، ولن يتنازلوا ولن يصلوا مع المجموعة الوطنية الجمهورية إلى توافقات. لا يمكن لك أن تتوافق مع جماعة تعتقد بأنها تستمد السلطة من تفويض إلهي، وبالتالي هم لن يسلموا السلاح طوعيا ولا وفقا للمرجعيات، ولن يفعلوا ذلك. وهذا أيضا جعل أيضا حتى المجلس الانتقالي في المناطق الجنوبية يستخدم نفس هذا الأسلوب، لمن نسلم السلاح ولأين ننسحب؟ هذه أرضنا، كما يقول الحوثيين هذه اللي صنعها نحن يمنيين ونحن موجودين هنا، ينقلبون على السلطة ثم يتحدثون أن السلاح السلطة هذه هي جماعة إسلامية وهي تجمع عليهم الإصلاح، وبالتالي نسلم السلاح للسلطة وندخل في مفاوضات. وهذا ساعدهم الموقف يعني مصالح الجيوستراتيجية للتحالف الثنائي والموقف الدولي الذي يستثمر أيضا يستثمر. طيب بيع السلاح يستثمر دكتور حتى بقيت لدي حقوقي بحيث ستتم محاسبة التحالف الثنائي في المستقبل على الجرائم التي حدثت في. نعم. اليمن. بالتالي أعتقد الحل بعودة السلطة الشرعية، ومن ثم نستطيع عندما توجد سلطة وتمارس وظائفها وتدير حياة المواطنين وتدفع مرتبات وتدير مواردها. الآن هناك تجفيف الموارد. نعم. يعني مؤسسة بالحاف دخل يعني موقفة من قبل دول التحالف ومن الإمارات، وهناك يعني دخل تأتي بدخل سنوي حوالي 4 مليار، يصفي ونص الدولة تأخذ منها 2 مليار، وبالتالي كان بالإمكان أن تدير حياتها. وبالتالي بعد ذلك نستطيع أن إنهاء الانقلاب في مدينة صنعاء. لا يمكن الانطلاق من نزع السلاح، ننطلق أولا من وجود سلطة شرعية في الجغرافيا اليمنية وسلطة تشريعية وفاعلية مدنية ونخبوية في الجغرافيا اليمنية وإدارة حياة المواطنين، ثم ننطلق بعد ذلك إلى. بقيت لدي دقيقتان، ولكن بدقيقة واحدة. نحن تحدثنا عن المجتمع الدولي وأيضا عن الأطراف المتصارعة في اليمن، ولكن لابد من التطرق إلى موقف الجامعة العربية. كيف تقيمون أداءها تجاه اليمن؟ بدقيقة لو سمحتم. لمن السؤال؟ لكم دكتور، عفوا تفضل. أعتقد لا يمكن الحديث. الجامعة الدول العربية الآن أصبحت مفرغة، من زمان هي مفرغة، ولكن الآن أصبح الوضع أكثر إفراغا، لأن هناك هيمنة بينية. أصبحت هناك مجموعة من الدول المتحالفة تهيمن على هذا القرار، وبالتالي نحن لم نعول يوم على جامعة الدول العربية. الملف اليمني في تحت الفصل السابع، وأصبحت اليمن قضيتها مدولة،
وجامعة الدول العربية ليس لها دور، وبالعكس هي يعني الآن نحن ليس لدينا أي مؤسسة في الوطن العربي. جامعة الدول العربية فلسطين تنازلت عن رئاستها، وقطر ومجموعة الدول، بالتالي ليس لها دور على المنطقة. المؤتمر الإسلامي هناك ثلاث دول مهمة، نعم دكتور، السعودية، إيران، تركيا، مجلس التعاون الخليجي هناك انقسام فيه. إذن المؤسسات الإقليمية العربية والإسلامية أصبحت فاقدة للاقتدار وغير قادرة على صناعة السلام أو التنمية، نعم، في هذه المناطق، أو العمل على إيجاد لحمة داخل دائرة من هذه الدوائر. طيب. أعتقد أننا نعود على اثنين، المجتمعات المحلية وتسليط الضوء على الرأي العام الدولي، نعم، الضغط على مصالح، نعم، الدولية. الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي حدثنا مشكورا من أمستردام، شكرا جزيلا لكم. أستاذ ياسين، بدقيقة أو أقل من ذلك، ما المطلوب من الجامعة العربية في هذا التوقيت تحديدا؟ الجامعة العربية تقريبا مشلولة، لم تكن لها فعالية ولم تكن لها دور في الأزمة اليمنية منذ البداية. بطبيعة الحال هي كانت دائما تتداخل مع المشهد اليمني عبر بيانات لا قيمة لها، ليست هي الطرف الفاعل. تقريبا هي فوضت أو أعطت التفويض الكامل للتحالف العربي، وبالتالي هم مش دور الجامعة. تأثرت في الفترة الأخيرة بسبب الانشقاقات العربية والصراعات العربية البينية، تحولت الجامعة العربية إلى كيان مشلول، بالتالي نحن لا نتوقع من هذه الجامعة أي دور. إذا كانت الأمم المتحدة اليوم تواجه حالة من عدم القدرة على التعاطي مع الأزمات الدولية، وتفشل على الساحة اليمنية، تفشل في تطبيق تفاهمات ستوكهولم، تفشل في جر الأطراف اليمنية إلى محادثات قد تؤدي إلى سلام، عمليا هناك شلل كامل في التدخلات الإقليمية والدولية، وبالتالي الجامعة العربية لا نعول عليها مطلقا. الأستاذ ياسين التميمي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ.